اليوم زي ما انتم شايفين طلعنا على جبل بلعبة روبلوكس يا اخي دلهم راح نجرب نعمل جليتش راح نشوف اذا راح نشوف اذا راح يزبط الجليتش او هن عم بيضحكوا علينا ما زبطش الجليتش وهن ضحكوا علينا ها زي ما هو زي ما هو انا عادي حتى المصاري عادي حتى القنبلة عادي شوفوا يا جماعة كم خزنة سرقت انا شوفوا سرقت فوق 200 خزنة طبعا يا جماعة زي ما انتو شايفين هاي هي بروكهيفن من فوق اسمعوا يا جماعة ما استسطورة بالألعاب شوفوا شوفوا اسا رح نروح عند السيارة معكم صاحب مجد اللي اسمه بطاطا يمين بمزح معكم اللي اسمه يمين طبعا زي ما انتم شايفين طلعنا لفوق لفرجيكم محل سري بتقدروا تتخبوا فيه محل سري بتقدروا تتخبوا فيه اول اشي لازم تجيبه التخت زي ما انتو شايفين لما تجيبوا التخت تحطوه هنا بعد سمير لازم يكون على الاخر هيك شو عم بصير بهاي التخوتي اللي مش عم بزبط ممكن ما زبطش لا هاي صعبة حتى اوريكم محل ثاني تتخبوا محل ثاني خالص 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 ايوه هذا المحل شكله راح يصبح بتحطوا التخت هنا عشان الكل ينسى هذا المحل وبتقعدوا تتمشوا طبعا زي ما انتم شايفين هن طلعوني ليه طلعوني عشان بنفعش تتحرك وانت موجود جوا يعني لو بتتحرك حركة واحدة دغري بيطلعوك زي ما انتم شايفين هيك طلعوني بدنا نحطها شوف كيف بتطلع لا والله انا بعرف كيف رح نعملها هاي المرة؟ أول مرة زبطت السيارة طبعا زي ما شفتوا هذا هو أول محل عملناه طيب لسه لما نمشي 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 بندور هذا التخت راح يفيدكم بكثير كثير كثير من الأشياء مثلا في محل سري بيت حد التوأمين بتقدر تفوتوا من التخت انا عم اصور في بيت بتقدر تفوتوا المحل السري اللي فيه من بالتخت في محلين سريات طبعا فيه هو يمكن يكون فيه ثلاثة بس انا بعرفش فخلونا نيجي هنا وننزل لتحت نختار بيت الألعاب هذا زي ما انتو شايفين يمكن أغلبكم يكون عارف هاي الخدعة صح؟ ممكن أول محل سري هو وهنا بتجي بتطلع لفوق بتلاقي هاي الشوكولاتة هذا أول محل سري عشان تتخبوا وثاني محل سري اذا بدكم تشوفوه تعالوا هيك ايوه انزلنا وياها الخزنه هاي الخزنه طبعا
هاي الخزنة طبعاً لو صغرتوا حالكم على الآخر، وطبعاً كنتوا لازم تتحكموا بالبيت، تيجوا تحطوا هيا بالخزنة. الخزنة حرفياً متفكرت علي، نحاول نطلع حرفياً على راي حرفياً. كيف رح نطلع يا جماعة إسا؟ تمسكوا المتفجرات. نمسك المتفجرات نطلع هيك. ثاني شيء، والله لا اطردها. مين هاي اللي بتفوت على بيتي؟ بلال بتفوت على بيتي. طلعت من اول. محل ثاني عشان تدخلوا على نفس المحل السري هذا. بعرفكم على حالي، اسمي محمد. هذا طبعا صاحبنا. لسه احنا بباص، كنا بالقدس. وهون منكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا علمناكم على محلات سرية. لا ما وصلناش، بمزح معكم. انتوا صدقتوني، خلونا نقيم البيت. اخيرا اسا رح نيجي على محل سر ثاني رح يعجبكم، صدقوني. اصلا سكنكم بيتغير يا جماعه، سكنكم بيتغير فيه، يعني بس اشي واحد بيتغير، الايدين بيتغيروا. لوريكم هاي، طلعوني. وبلا في واحدة عربيه في عالم يا جماعه، شوفوا هذا هو محل السر الرهيب. من فترة لهون، اول ما نفوت لهون بصير بدكم تعودوا ترجعوا انتو، صح؟ اذا بدكم ترجعوا لازم تعملوا رشدة شارك. صار في عندي جليتش، بطلت اخضر راح احرك بحالي، فعشان هيك عملت رشدة شارك. خلص هذا هو، استنوا يعني السباي وتارجع ارجع المحل السري واقلكم اذا فتوا عليه كيف تطلعوا. يلا اول اشي خلونا نجيب هيا. في محل سري بالبوليس، محل بوليس. الكل بيعرفه عادي، حتى انا يا جماعه. مش تهرب، مش محل الهروب. والله ما عارف محل الهروب والمحل السري اللي فيه يا جماعه. يلا راح افرجيكم كمان محل سري عند محل البلسية، انا بعرف وين هو. ها اول اشي بتعملوا هيك، بعدين بتروح اخر اشي، اخر واحدة تنزلوا. يمكن مش هاي هي، يمكن هاي، بلا هاي هي. بيرسبنوكو حد اليخت هذا الكبير، زي ما انتوا شايفين حد اليخت هذا الكبير. بعدين لازم تيجوا تطلعوا لفوق. زي ما انتوا شايفين عم تسألوا شو هاي. هاي الكاميرا طبعا بتراقب اليخت، مش عارف اليخت هذا وراه قصة كبيرة. نسيت اوريكم محل سري، محل سري زيادة باليخت. في محل سري اثنين محلين، حتى في محلين في محلين سريات بهذا القارب او اليخت. اول محل سري لازم تيجوا لهنا، تعملوا حالكم بدكم تتحمموا. في هنا اسلحه ومتفجرات ومصاري وذهب. اذا بتيجوا لهنا، بعدين بتيجوا لهنا زي ما انتوا شفتوا. طبعا اسا هون بتشوفوا بريه القارب وجوات القارب.
بس الواحد كيف راح يطلع؟ الواحد بيطلع صعوبة مرات. زي ما انتم شايفين هون طبعا عندكم والف وصغير. هذا المحل بيحكي انه صاحب بروك هيفن. صاحب بروك هيفن هذاك اللي مات العجوز. مستر بروك هيفن كان اسمه. صاحب بروك هيفن حط عم بيحكوا انه هنا مش عارف شو هذا قصته للعجوز. مش عارف قصة هذا العجوز قصة كبيرة كثير كثير يا جماعة. زي ما انتوا شايفين عندكم هنا العيب صح؟ بس اللي بدك تفتح بوابة هون يا جماعة. كيف بدك تفتح البوابة اللي هون؟ البوابة بعرف كيف بيفتحوها بس نسيت الطريقة. تروح المحل السري هاتي اقول لك وينه. انا عارف وينه عند بالمستشفى صح؟ لا تفعيل الازرار قصدك تفعيل الازرار تفعيل الازرار هاتي اقول لك ايش تعرف والله كل المحلات السرية زون البلاد. وايش نسيت افرجيكم. تعرف عمر اوبز؟ تعرف عمر اوبز؟ يا جماعة هون في محلات سرية جديدة. طبعا بتحكوا هذا البيت ضافوه على الفاضي صح؟ لا بس هذا البيت ما ضافوهوش على الفاضي. هذا البيت فيه محل سري. انتوا بتعرفوهوش. هذا المحل السري راح تشوفوه اسا. لازم اول اشي نفوت. طيب لازم اول اشي نفوت. ايوانات اسا نطلع لهون. وزي ما انتوا شايفين اكتشفنا محل سري. وهي الدمية اكيد الها قصة. هي الدمية اللي بتقلعك يا جماعة. اسا طبعا زي ما انتوا شايفين فرجيناكم محل سري صح؟ فرجيناكم يا جماعة زي ما انتوا شايفين محل سري. اغلبكم بيعرفوه واغلبكم لا. وينه؟ بعد مش شايفه. بعد مش شايفه. استنوا اسا بنيجي من النص. ولك والله